بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاب الأعزاء، طلاب جامعة الأزهر وكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل محاضرتنا في مادة شبكات اللي هو الحاسوب، معاكم الأستاذ ماهر شامية من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. في المحاضرة السابقة كنا أعطينا introduction على فكرة اللي هو data exchange والnetworking، ثم عرفنا إنه computer networks ما هي إلا عبارة عن a collection of computers interconnected together to exchange data. طبعا exchange data and اللي هو sharing the resource، يعني على أساس إنه اليوم بدل ما يكون عندي طابع لكل يوزر ممكن يكون عندي طابع لمجموعة من اليوزر. This produce اللي هو الماني more efficient. طبعا it seems انه computer network somehow updated، يعني نوعا ما اصبحت قديمة في عالم اللي هو الانترنت. فما هي الانترنت؟ فكرة الانترنت شرحناها سابقا، اللي هي فكرة انه اربط many types of technology with different software and hardware may be to form a functionality اللي هو ايش؟ network. functional اللي هو ايش؟ network. فيعني الانترنت ما هي اللي عبارة عن a collection of widely different computer networks interconnected into a virtual network. يعني يختلف عن الكمبيوتر نتورك. الكمبيوتر نتورك هي عبارة عن مجموعة من البي سيز interconnected together to exchange data. أما في قضية الانترنت working in general هي collection of networks interconnected together، وهذا نسميه اللي هو with capital letter now to do the internet. طبعا مع تطور اللي هو التكنولوجي الخاصة في الانترنت اصبحت الانترنت عبارة عن يونيفورم، يعني كأنك تعمل مع شبكة محلية او شبكة يعني موجودة عندك بغض النظر ايش الديستانس او ايش التكنولوجي بيهايند اللي هو الانترنت. يعني معنى الكلام هذا انه اصبح عندي اليوم open system. Anyone want to write a programmer or write software, he can use the internet to write the software for the internet. أو أي developer في مجال الهاردوير بإمكانه يمكن يعني يطور أي بروتوكول أو أي هاردوير to يعني develop the communication أو عملية السرعة أو new technology. طبعا على أساس إنه بيكون عندي open system. فطبعا العملية هذه مش سهلة، مش سهلة، يعني على أساس إنه anyone must اللي هو follow some rules and conventions على أساس إنه يقدر يعمل communicate with this open system. أي بتكون عندي عملية اللي هو standardization زي ما نسمع في قضية اللي هو الايسو، الايسو الانترناشونال ستاندرزيشن اورجانيزيشن، فأصبحت كل حاجة ستاندرد. فإذا اللي هي conventions and rules which regulate اللي هو data communication between اللي هو physical networks refer to be اللي هو protocol. طبعا ان شاء الله لاحقا هنتكلم عنه اللي هو بالتفصيل. فمرة اخرى فكرة الانترنت working in general بدأت ك research project من الدود الديفنس اوف ديبارتمنت لوزارة الدفاع الامريكية، حيث نجحت سنة 1969 انها تربط اربع universities او اربع computers together، ونجحت في عملية ارسال اللي هو ايش؟ اول ايميل. وطبعا الاربع جامعات موجودات في لوس انجلوس. لكن لما نيجي نتكلم اليوم فاحنا بنتكلم not only computers عندنا ايضا untraditional devices like tablet mobile any device
capability of seeing data, we can connect it to the internet like camera or sensors او اي شيء. فاليوم انت نتكلم عن ما مجموعه فوق ال 4 مليار devices interconnect to the internet مع موضوع billions of users بغض النظر شو الاركتكشر، اذا كنا نتكلم عن الكمبيوتر نتوركس او نتكلم عن اللي هو الانترنت او نتكلم عن الانترنت. فاذا الكمبيوتر نتورك ستراكشر consists of three parts اللي هو الثري بارتس اللي هو الديفايس او الكمبيوترز او الاند يوزر او ايش الاند يوزر اللي احنا بده وانت كوميونيكيت، وهذا بيكون دائما موجود على ايدج للنتورك، على ايدج لايش؟ للنتورك اللي بنسميه الهوست، بنسميه في هذه الحاله ايش؟ الهوست. يعني الهوست كوميونيكيت توجذر عن طريق النتورك كور، النتورك اللي هو كور. يبقى انا في عندي كمبيوترز وفي عندي نتورك كور. النتورك كورز عباره عن انفراستراكشر ديفايسز، عبارة عن ايش؟ infrastructure component لعمليات اللينكينج اند كوبلينج اللي هو زي الكمبيوتر. يعني على اساس انه بكون عندي عمليات اللي هو الانفراستراكشر هذه بتعمل عمليات اللي هو كوبلينج اللي هو لا اللي هو الكمبيوترز together. وظيفته في هذه الحالة تلاحظ انه الانكمينج داتا فروم اي يوزر ومنه عملية linking and coupling to other devices عشان يصل اللي هو destination. يبقى وظيفة هذه اللي هو infrastructure devices عبارة عن linking, coupling and forwarding للداتا، forwarding للداتا. ودائما هذه موجودة بتكون عندي في الكور اللي بسميها عبارة عن intermediate system، عبارة عن ايش؟ intermediate system. اما الاند يوزر الهوست بسميه عبارة عن الاند system، يعني بتصير عملية الكوميونيكيشن end to end via intermediate system اللي وظيفته فقط عمليات forwarding اللي هو للداتا and linking، كذلك عشان يعمل achieve the longer distance يعني وصل إلى مسافات اللي هو أبعد world wide. كذلك غير الاند intermediate system والاند system اللي هو عبارة عن host required يكون عندي link او component او خلينا نقول cabling، عمليات cabling او microwave which connect the computers to and the intermediate system together. اوكي يبقى محتاج عمليات physical connection للcomputers عن طريق استخدام الكابلينج الوايرلس باستخدام الانفراستراكشر كومبوننت اللي هي عبارة عن راوترز وسويتشز. راوترز وسويتشز اللي هي وظيفتها فقط عمليات اللي هو فوروردينج للداتا، فوروردينج للداتا. اوكي نكتفي بهذا القدر.